كلياتنا بنعرف الفيب او نسميه السيجاره الالكترونيه اللي انتشرت اخر فتره، بس اللي حابين نحكي عنه اليوم هو موضوع اكبر واخطر من الفيب العادي اللي فيه نيكوتين او فيه شيء شبيه بالدخان السجاير. اليوم بدنا نحكي عن الفيب اللي بتدخن فيه انواع من خلينا نسميه الماريجوانا تي اتش سي، الماده الموجوده في الماريجوانا، او الكانابس اللي هو سينثيتيك كانابس اللي انتشر اخر فتره اسمه جوكر او سبايس، يسمى الماريجوانا الكيميكال او الكيميائيه. طبعا في البدايه انا اسمي سعد واللي بتابعني اول مره، انا قبل هيك كنت مدمن مخدرات سابق وعملت سلسله حلقات عن الطريقه اللي بطلت فيها المخدرات، لو حترجع تشوفهم راح تستفيد منها كثير وممكن تساعدك في طريقك لترك الادمان. زي ما انا حكيت الحلقه اليوم راح تكون مكثفه وحتكلم اكثر عن موضوع التي اتش سي السائل او البادز اللي بتدخن بالفيب السيجاره الالكترونيه، وبرضه الكيميكلز والسينثيك كانابيس اللي بتكون بتدخن برضو في الفيبس او في هاي السيجار الالكتروني. عشان اعطي مقدمه في البدايه، انا كنت عامل قبل هيك طبعا حلقات عن الماريجوانا وعن الحشيش وتكلمت فيهم بالتفصيل، تكلمت على انه كيف الالتباس عند معظم الشباب انه ما فيهم ادمان، بس الواحد بس يدخل فيهم بعد فتره ببلش يدمن عليه. اي نعم بيطول لما يدخل في ادمان الحشيش او الماريجوانا، بس الفكره بس يعلق فيه بتكون علقته وسخه كثير وبيطول لما يطلع منه. تكلم طبعا عن طرق اللي ممكن تبطل فيها او الاشياء اللي ممكن تساعدك، عملنا لقاء برضه مع شباب كانوا مدمنين وتركوا في اكثر من مواد، وانا واحد من الشباب طبعا اللي بحاول انقل تجربتي، بتمنى الكل يستفيد منها لو حابين تدخلوا على الفيديوهات تبعت الماريجوانا والحشيش. بس اليوم راح اعطي مقدمه سريعه اللي ما عملت ولا حلقه عن الجوكر اللي منتشر عندنا، سموه في الاردن جوكر، اللي بيسموه حاليا في الكويت كيميكال، او اللي هو فعليا اسمه الاساسي سبايس الكيتو. اتكلم عنه كمادة في الاول قبل ما ادخل بعدين اتكلم كيف انتقل من انه يرش على السجاير او على الليفس يعني الاوراق اللي هو زي الماريجوانا، لا انه صار يدخن عن طريق السوائل هاي الليكويد. وبرضه راح اجيب كمان موضوع التي اتش سي، كيف انه ناس بتبيعه على اساس انه تي اتش سي بس هو مش تي اتش سي، اللي هو مش ماريجوانا اصلا، بس بيكذبوا على الناس ببيعوا زي كانه ماريجوانا عشان ارخص عليهم وعشان يسهلوا تجارته، لانه الناس برضه صارت تخاف من موضوع الجوكر والسبايس لانه انتشر قديش هو خطير. في المقدمه عن موضوع الجوكر والسبايس، الجوكر والسبايس هو طلع بال 2008 في دكتور جامعه بساوث كارولينا اسمه جون هوفمان، كان بيحاول يقارب ماده التي اتش سي اللي موجوده في الحشيش عشان يحاول يصنعها يعني بشكل كيميائي بحيث انه المريضين ممكن ياخذوها وما يحسوا بشعور الهاي او ما يكون يعني ما ينتشي منها. فبعديها ب 2008 بعد ما اكتشف هاي الماده سموا الماده اتوقع الكيميكال جي دبليو اف 018، كان اسمها جي دبليو اف 018. وهاي الماده الكيميكال اكتشفوا بعدين الشركات اللي ما قصرت وبلشت تنتجها انه بتقدر تعطيك برضه شعور الهاي تبع الماريجوانا، بس بيروح بسرعه وبيكون انتنس يعني بيكون مكثف بروح بسرعه ونفس الوقت ما ببين بالفحص. فبلشوا ينتجوه بال 2009 على اسم سبايس، وبعدين بلشت له اسماء ثانيه زي كيتو، بلاك ماجيك، اشكال سكوبي دو، والجوكر اللي هو عين سما اللي عشان هيك اكتشف اصلا اسمه جوكر، كان هو نوع من الانواع اسمه جوكر. الحلو في الموضوع انه كان مرخص كمان في البدايه يعني 2008 2009 2010 يعني في بدايته اول سنين كان مرخص لغايه ما الحكومه الامريكيه عرفت انه هو له مفعول سيء جدا أسوأ لسه من الحشيش. هسا الفكره هون بالحكومه الامريكيه يعني هذا الشيء الغريب عندهم انه بس تنزل ماده على السوق اذا ما كانت ممنوعه تنباع عادي ليجل حتى يثبت العكس، بعديها اذا ثبت العكس الناس اشتكت عليها بيعملوا فحوصات لهي المواد وبعدين بيخلوها الليجل. ف المشكله الاكبر صارت انه صاروا يلعبوا عليهم بالمواد، كيف يعني؟ يعني هسا هو اخترعوا هاي الماده جي دبليو اف 018 مقاربه لشعور النشوه تبع التي اتش سي اللي هو في الماريجوانا الطبيعيه اللي بتوجد في الطبيعه اللي بتطلع في الطبيعه. ف اندرجت هاي الماده راح عملوا جي دبليو اف 072، يعني غيروا بالتركيب الكيميائيه تبعت الماده الاولى اللي اخترعها اللي اكتشفها الدكتور خلينا نحكي او قاربها الدكتور هوفمان، وغيروا فيها لمثلا جي دبليو اف 072 جي دبليو اف 0200، يعني ظلهم يلعبوا فيها يلعبوا فيها يلعبوا فيها لانه كل مره بتندرج واحد تمنع بيطلعوا ماده ثانيه لغايه ما منعوا اصلا الموضوع كله، يعني موضوع انك انت تجيب بسموه ليجل هاي، انك تجيب اي شيء ليجل هاي يتدخن مقارب لشعور الكانابس خلاص صار ممنوع.
طبعا هذا منع هيك طبعا في امريكا، بس انت لو تروح تطلع في الصين، في فيتنام، في دول كثير، بالذات في الصين صاروا ينتجوا هاي الماده ويودوها طبعا على اكثر من دوله، وتنرش رش على اوراق اللي هي مشابهه لاوراق التبغ، وبتعمل نفس الشعور. بلش طبعا الموضوع يتطور لاسوء اسوء، فلانه كانت في امريكا لسه كانت المصانع عندها شويه ذمه ضمير، طبعا مش كثير بس برضو كان عندها شويه ذمه ضمير. اما مثلا اللي بيصنعوها في الصين وفيتنام صاروا ناس كثير يصنعوها في بيوتهم، فصاروا يخبصوا فيها في المواد وما يسالوا، حتى لدرجه انه في الاردن عندنا صاروا يسموها انه بنحط فيها سم فيران، يعني مواد داخل في تسميم الفيران، فعليا هي سموم. حتكلم انا عن تجربتي مع الجوكر او تجربتي مع السبايس، انا اسميه سبايس. ما كان وقتها موجود عندنا سوائل طبعا، انا لسه بتكلم بعدني عن يعني انا بطلت من 3 سنين، الحمد لله صار لي اكثر من 3 سنين مبطل تقريبا هلا. فانا دخنت الجوكر او السبايس، دخنته كثير، ما كنت احبه ابدا. انا اصلا ما بعرف كيف ناس بتدخنه وبتحبه او بتدمن عليه، يعني الله يعينه جد اللي بدمن عليه، لانه يعني اقرف مخدر في العالم. يعني حتى الشباب اللي عندها قنوات يوتيوب عن موضوع الادمان في امريكا، في اكثر من بلد في اوروبا، وين ما كان بيحكوا عن الادمان، عن جد هذا المخدر بالذات يعني اضرب لسه من الكريستال ميث ومن الهيروين ومن اي ماده ثانيه ممكن تفكر فيها انك يعني تتعاطاها في يوم من حياتك. هذا أسوأ واخطر واقرف ماده ممكن واحد يجربها. انا جربته كثير، بس مش انه جربته ورا بعض ادمنت عليه، يعني مثلا كل 3 4 شهور كنت اجرب ادخن مره، كله مع بعضهم بجوهم مثلا 10 مرات 9 مرات اللي جربتهم فيها. ما عمري حبيته وما كنت اطيقه، كان غباء من عندي اني ارجع اجرب مره ثانيه، مثلا بكون انا هاي من مخدر ثاني او بكون مثلا منتشي، فبكون سهل علي والله ادخن، يلا اسحب سحب، بحكي هالمره بيكون غير، او بيجي واحد بيحكي لي هذا الصنف نوع غير، لانه زي ما حكيت لكم كل واحد صار ينتج منه انواع وخلطات واشياء. لغايه ما اجى يوم، في يوم واحد من الشباب طبعا صاحبنا الله يرحمه، صديق يعني بعرفه كويس، توفى من نوع جديد كان اسمه بلاك ماجيك اتوقع، كان نازل في الامارات في ابو ظبي ودخنه وتوفى. فمن بعدها انا يعني قررت اني مستحيل المس هاي الماده، مع اني ما كنت احبها وما كنت مدمن عليها وما كنت اتعاطاها غير بين فتره وفتره وكميه بسيطه. عشان نتكلم برضو على السريع، الشعور اللي بتعاطاها شو بصير في الشعور؟ ابدا ابدا ما في اي شعور حلو، مش زي مثلا اي مخدر ثاني. دائما احنا حكينا في المخدرات اللي قبل انه ممكن يكون في بعض الشعور النشوي وكذا، انت فعليا هون بتنتشي، بس بتنتشي على خوف. معظم الناس بيجيهم بانيك اتاك، بحس حاله بده يموت، لوعه في المعده، يعني مش قادر تتنفس، بتحس افكار كلها سلبيه، هلاوس هلاوس، تنفصل عن الواقع تماما زي كانك في عالم ثاني. بس شو بصير فيك بعد ربع ساعه نص ساعه؟ طبعا حسب نوع الماده بتروح هذا الشعور وبتصير طبيعي تماما زي كانك ما اخذت شيء. فهون برجع الشباب برجعوا بدخنوا مره ثانيه ومره ثالثه ومره رابعه. أسوأ مخدر جربته في حياتي، و يعني من ناحية شعور ما في شعور أبدا حلو، مجرد غباء أنك ترجع تاخذه مرة ثانية أو تجرب مرة ثانية بحجة أنه لا ممكن هذا غير وهذا غير، بس كلياته أسوأ من بعض. إذا أنا بوجه نصيحة جد من قلبي لكل واحد بيحضر هذا الفيديو، سبايس، جوكر، سينتيتيك ماريجوانا، يعني بالذات يعني مش الماريجوانا الطبيعية، أي ماريجوانا مصنعة أو مواد كيميكال مصنعة مشابهة لماريجوانا، جوكر، سبايس، كيميكال يسمون في الكويت، لا تفكر تجربها، واذا جربتها مره صدقني لا ترجع لها. انت اكيد اللي جربها فاهم علي انه ما فيها اي شعور حلو، ما فيها غير خوف، ما فيها غير نوبات هلع، ما فيها غير شيء زفت، مش عارف ايش احنا اصلا بنجربها. بس يعني اصلا اللي بيكون بتعاطى مشكلته بتعاطى انواع كثير، فمثلا بيجي بتساهل بالامور. بس زي ما حكيت لك انا في شاب صاحب لي راح فيها، توفى من صنف من الاصناف اللي ما كان معروف. طبعا في ناس كثير كمان توفوا. هلا الاسوء من هيك كمان انه هاي الاصناف بتعمل عندك هلوسات، بتعمل عندك افكار انتحاريه، بتعمل عندك عنف رهيب. انا بعرف شاب كمان كان يعني بيعرف، يعني هو اللي جاب الجوكر لشاب في الاردن، وهذول الشباب برضو كانوا من الشله اللي في واحد منهم في قصه صارت عنه في اردن شهرت، قتل امه، قال كان مدخن جوكر وكان مدخن سبايس وقتل امه. فالشاب هذا اللي بعرفهم حكى لي القصه وحكى لي كيف انه الصنف اللي كان معاهم او هو اللي جابوه مع بعض كان قديش كان سيء وقديش كان يعني سم فعليا. اذا مش سم فيران اسوء من سم فيران، الفيران على الاقل صار بموت لما تعطيه السم، اما هذا ممكن يقتل حدا غيره. فلهالدرجه مش موضوع اني بخوف في الموضوع، هذا الموضوع حصل واقعي، هاي قصه معروفه في الاردن، قصه شاب توفى صاحب لإلي، هاي برضه معروف، الشباب اللي بتابعوني بيعرفوني شخصيا بيعرفوا عن مين بحكي، الله يرحمه طبعا ويغفر له. فنصيحه، هذا الكيميكال او الماريجوانا السينتيتيك ولا إلها أي شعور حلو، مجرد خوف وهلع
وسرعه ادمان عليها رهيبه، افكار انتحاريه وعنف ممكن يؤدي فيك انك انت جد تقتل او تعمل جريمه كبيره، وانت بتكون حاس حالك. يعني هذا الشاب اللي صار معه زي هيك ما كان حاس حاله انه قتل امه، تخيل امه اللي ولدته اللي يعني اجمل او احن مخلوق عليك في الحياه انت تروح تقتلها بسبب ماده متخلفه انت بتاخذها، ما عم تعمل لك جو بس عم تفصلك عن الواقع وعم تخليك تصير زي المجنون. طبعا راح اعمل حلقات لقدام احكي عن تجارب ناس كيف تركوها او كيف اشياء ممكن تساعدك انك تتركها، بس هاي الحلقه راح افصل اكثر واحكي كيف اتطور عندنا الوضع وصار من دخان اللي هو مارجوان او الرش على الليفز وعلى الاوراق هاي لا بتطور الفيب والسيجاره، صار عندنا سوائل وصار عندنا بادز تنباع وتنباع اونلاين وبسهوله بتقدر تدخل تطلبها من مواقع وتوصلك على اي مكان بدك اياه. وطبعا ما راح افصل بهذا الموضوع عشان ما انشر فيه اكثر، بس فيك طبعا بيصير عليه مشاكل كثير اكيد لو انت طلبته ومسكت راح يصير عندك مشكله كبيره ومصيبه كبيره، بس انا بتكلم عن قديش برضه سهلوا في سعره. يعني التي اف سي اللي هو الماريجوانا الاصلي لو اخذت الماده تبعته فعليه الانتنس يعني المكثف في سائل بيكون السعر غالي، يعني السعر غالي ممكن تلاقي البادز الواحد بيباع بين ال 50 وال 100 يورو هيك شيء اذا مش اكثر، طبعا في انواع بتوصل 250 و300 بتحكي عن هذا اللي هو نص ملي بتوقع او 5 ملي. انا بصراحه ما بفهمش فيهم ابدا لاني انا اصلا ما جربتهم، بس اتوقع النص ملي بينباع بهيك اسعار. فانت بتحكي عن اشياء غاليه مركزه انه مستخرجه من الماريجوانا، الماريجوانا سعرها مش كثير رخيص. الكيميكالز هاللي بحكي عنها المصنعه اللي هي عامله حالها تي اتش سي بس تنباع مغشوشه وهي جوكر او سبايس او مواد ثانيه اسوء لسه، هاي بتتدخن ويعني بتروح مفعولها بسرعه واسعارها رخيصه بتلاقيها ب 15 ولا ب 20 يورو البودز، فلسه في ارخص حتى في ناس تبيع بخمسه وب 10. فانتبه انت شو بتعمل في حياتك، انتبه انه هاي الاشياء ممكن تروحك فيها، ممكن تشتري شغله على انها ماريجوانا او تي اتش سي وتطلع معك شغله زي السبايس او الجو حتى لو تدافع سعر زياده، لانك يعني انت مش عم تشتري دواء. يعني لسه الادويه اللي بياخذ ذلك او اللي بياخذ زانكس، الادويه هاي بتنتجها مصانع، المصانع هاي في عندنا مجربين هاي المواد على ناس وعارفين شو السايد افكت تبعها وعارفين انها ما راح تموتك، يعني ذلك ما راح تقتلك، اسوء فيها بتنام ممكن تروح في غيبوبه بس ما راح تموت منها. بس هاي المواد اللي بحكي عنها ممكن تشتريها حتى بحجه انها سي بي دي حتى مش تي اتش سي، طبعا المادتين اللي موجوده في الحشيش سي بي دي والتي اتش سي، ممكن تشتري سي بي دي على اساس انه سي بي دي ويطلع فيها سبايس ويطلع فيها جوكر. السي بي دي طبعا ما بخليك هاي على اساس انه هو شيء علاجي وفي معظم الدول مش ممنوع، بس مع هيك ممكن تشتريها على اساس انها سي بي دي ويطلع فيها مش تي اتش سي، يطلع فيها تي اتش سي المصنع اللي هو الجوكر او السبايس وتاكلها. راح افصل بحلقه كامله برضو عن الفيبس وراح اذكر بعض الانواع وراح اذكر كمان شغلات خطيره جدا انه في شركات في فيتنام وفي الصين وهي بيبيعوها اونلاين وبحطوا فيها مواد زي الكيتامين وحتى زي الهيروين. يعني انا في شاب بعرفهم يعني لهم معارف او لهم اقارب في مكافحه المخدرات في الكويت، اكتشفوا في نوع من الانواع بنباع من هاي البادز طلع فيه هيروين. فانت متخيل انت ممكن تشتري على اساس انك شاري سي بي دي اويل تشتري اونلاين يطلع معك بالاخر هيروين او كيتامين او حتى جوكر، ولسه الجوكر والسوايز ما حكيت لك العن 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 ماده ممكن مرت علي في حياتي لانها ما بتعمل هاي وما تجربت على بني ادمين وفي ناس كثير انضروا منها. لسه كنت بقرا هسه لوحده كانت تحكي انه خلال 5 سنين او 4 سنين استخدام اجاها سرطان، يعني نادر جدا ما يجي لاي حدا مع انه عمرها هو توقع بالعشرينات اخر العشرينات، ولحد الان هي بتحاول تقاوم هذا السرطان ولحد الان هي بتحاول توعي الناس طبعا عن الموضوع كيف خطوره الكي 2 والسبايس. انا لسه بحكي عن الكي 2 والسبايس اللي كان لسه نظيف واللي كانت تنتجه مصانع. شكرا على متابعتكم لي، راح نكمل بحلقه ثانيه راح نتكلم بالتفصيل عن انواع الفيبس والسي بي دي اويلز والتي اتش سي وراح نتكلم اكثر برضو عن المواد اللي بتنحط فيها وراح نعطي شويه تفاصيل لانه اخر فتره عن جد الشباب ادمنت على الفيب وادمنت عليه بكل انواعه سواء انواع النيكوتين اللي نحكي يعني مش مشكله هاي سجاير بس اللي بتروح بياخذ تي اتش سي ولسه بياخذ كيميكلز وبياخذ مواد جواته ما بيعرف شو هي ممكن تؤدي لوفاته او تدمر حياته تمام. لا تنسوا تتابعوا سبسكرايب في القناه اذا بعدك مش عامل. شكرا معتمدتك لي مره ثانيه. طبعا انا في عندي رقم واتساب موجود تحت في صندوق الوصف تحت الفيديو لو حبيت تتواصل معي لو حبيت تشارك معي اي خبرتك، ما تستحي مني طبعا انا بالعكس انا يوم الاثنين وخميس مخصصه بشكل مجاني لاي حد حاب يشارك او يحكي معي لاني بعرف الشخص اللي بمر بهيك ظروف مش قادر يحكي مع اهله مش قادر يحكي مع حدا، فانا راح تلاقيني جنبك هون واخوك وراح احاول قدر الامكان اني اسندك او اوقف جنبك بالشيء اللي بعرفه والمعلومات اللي بعرفها واسمع منك كمان لو حابب تفضفض.
في عندي كان برامج اشتراكات شهريه للشباب اللي حاب يشتركوا معي. انا حاليا رجعت من شهر العسل، سامحوني على انقطاع طويل، ممكن ما رديت كثير على المسجات، بس رح ارجع ارد، وفي عندي لسه مجال الاشتراك للي حاب يشارك، وان شاء الله رح تكون عندنا كامب ثاني ورحله ثانيه في اخر شهر 12، فخليكم متابعين. سلام.